ما حكم أكل لحم الخيل وأكل لحم الضبع؟ لحم الخيل حل قد أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الضبع حل بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالخيل والضباع حل لنا بخلاف الذئاب والأسود والنمور والكلاب، هذه محرمة. وهكذا كل ذئاب من السباع كله محرم ما عدا الضبع فهو مستثنى بالنص. والخيل حل لنا بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: لها رسول الله لحم الحمور الأهلية وأجل في لحم الخيل. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها: نحرنا على عهد النبي ثمرة فأكلناها وهي في المدينة، متفق على صحته. فالحاصل أن الخيل حل لنا، وهكذا الضبع حل على الصحيح. أما الحمر الأهلية المعروفة والبغال هذه محرمة، البغال والحمر محرمة. وهكذا السباع كالذئب والنمر والأسد والكلب والحر كل هذه محرمة.